أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الحاضرة على أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور. انطلاقة سليمة لشوطنا الواحد والعشرون في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، وهو شوط خاص مشاهدينا متابعينا الكرام بالحجائج الابكار لفئة الانتاج والمنتجين والمهتمين بهذه النوعية. نسير بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية والمقدمة وبينونة اللي قادت المجموعة، شعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، تليها مع المركز الثاني زاهية لمحمد بن سهيل بن يطبع العامري، بينما اذا انطلقنا مع المركز الثالث مهمة لحمد بن سالم بالاسود العامري، وعلى مستوى المركز الرابع من الجانب الاخر مشكوره للسعيدي بن حمدان بن سعيد الدرعي يتابع هذا الانطلاق، بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس اردت التسلل والتقدم في هذه اللحظات والتسلل مع الظبي مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي مقدما لهذا الاسم. سادس الانطلاقات حشمه لسيب بن سعيد الخريباني النعيمي، وعلى مستوى المركز السابع من الجانب الآخر تتقدم الذائر لمحمد بن علي بن سعيد بن سبع الدرعي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن، مع المركز الثامن تأتي شواهين لسعيد بن سالم بالمرة العامري، وتاسع الانطلاقات تاسع التحديات. نتابع شواهين محمد بن مبارك والطماطم العفاري، وعلى مستوى المركز العاشر أرى الاسم القادم. التحديات في هذه اللحظات مع المدينة للزاهر بن محمد بن حمد بن سعيد اليحافي قدم هذا الاسم مع المركز العاشر، هذه النتيجة، النداء الأول للعشر المراكز المتقدمة. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع الصدارة، وأيضا هناك اللي قادت المجموعة مشكورة من تتقدم، من تنطلق بناموس هذا الشوط وبهذا الأداء المتميز. السعيدي بن حمدان بن سعيد الدرعي مقدما لمشكوره، تليها مع المركز الثاني اردت التسلل لاوزان بشعار راشد بن سالم بن سليم الزرعي. المركز الثالث من الجانب الاخر تاتي المدينه للزاهر بن محمد بن حمد بن سعيد اليحافي، وعلى مستوى المركز الرابع تصل تتقدم مرموقه لعبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي. والاسامي القادمه، التحديات القادمه، شواهين من الجانب الاخر للسهيل بن سعيد بن مكتوم الينيبي، ولكن اللي وصلت على مستوى المركز الخامس. نتابع زعفرانه فالح بن سيف بن فالح الشامسي، هذه النتيجه للمراكز المتقدمه. ولكن بنعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع الصداره، ومشكوره على راس الحربه منذ البدايه، ركز يا الدرعي، الجماعه قادمين، الاسامي القادمه، التحديات مع المدينه وشواهين والمدينه، والتحديات ايضا مع مشكوره. الموقف خطير، الكوكبه ثلاثيه على مقدمه هذا الشوط، وجولة الأوامر المدينة مشكورة تحاول الانطلاق أيضا، التحديات مع شواهين، ولكن مشكورة واللحظات الأخيرة شواهين مشكورة شواهين. الموقف خطير والتحديات الحاضرة، ولكن مشكورة على الصدارة، مشكورة على المقدمة، شواهين تحاول، الموقف خطير. من حين لأعضاء خط النهاية المركز الثالث جاءت المدينة زاهر بن محمد اليحافي، المركز الرابع جواهر لحمد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، المركز الخامس انطلاقة مرموقة لعبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي. هذه النتيجة مشاهدينا. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة. عود مع الصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام
والتوقيت الزمني واللي انتزعت المركز الأول شواهين من قادة المجموعة في اللحظات الأخيرة بتوقيت زمني مقداره 4:42.06. تهانينا لمالك شواهين السهيل بن سعيد بن مكتوم الينيبي والسلامات بهذا الأداء المتميز، مشكورة من وصلت مع المركز الثاني للسعيد بن حمدان بن سعيد الدرعي. توقيتها الزمني 4:42.07 من الثانية، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث، هذه لحظات وصول ثالث المراكز، المدينة للزاهر بن محمد بن حمد بن سعيد اليحافي. التوقيت الزمني 4:43.09 من الثانية.